يا أجمل الأيام يا عيدنا هالليت، يا بهجة يا أحلى يا فرحة في كل بيت. أهلا يا يوم العيد، أهلا يا يوم العيد، أهلا 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 يا يوم العيد، أهلا يا يوم العيد، أهلا يا يوم العيد. عيدنا ما يكتمل إلا بلقاكم وإحنا معاكم في البيت، نطلع عليكم من خلف شاشتنا ونقول لكم كل عام وانتم بخير، الله يدوم عليكم الصحة والعافية بهذا اليوم السعيد. نهني أكيد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر. ونبارك لكل شعب البحرين ولكل من تابعنا أكيد خلال شاشة تلفزيون البحرين طوال شهر رمضان الكريم، الله يتقبل صيامكم وصالح أعمالكم وعساكم من عواله يا رب، وكل عام وانت بخير. هيا وانت بصحة وسلامة وأيامك سعيدة إن شاء الله. مشاهدين أكيد نعايد عليكم من القرية التراثية اللي تألقت بالكثير من الأعمال اللي شفناها طوال شهر رمضان المبارك، وعشنا في جو مليء بالأصالة البحرينية. نقلنا لكم عبر القرية التراثية تراثنا الوطني العريق، العيد بهجة والعيد فرحة، وعيدنا هالعام يختلف عن كل أعوام. الله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية يا رب، ويا عساكم من العايدين السعيدين، وكل عام وانتم بخير يا رب. لو ابتعدنا عنكم مشاهدينا، ابتعدنا عن أحبابنا مسافات، لكن تبقى المشاعر وتبقى قلوبنا أكيد متقاربة. نبتعد اليوم ونلتزم علشان فرحتنا باكر تعم بلقى ناسنا وبلقى أحبابنا وهم بصحة وعافية وبسلام. أكيد هيا كلامك في محله. طبعا يعني اليوم في العيد نحس بالفخر والاعتزاز على صحيح. كل التكاتف وروح الالتزام العالية لدى جميع أبناء الوطن. نعايد عليكم ونحييكم ونتمنى لكم كل خير أكيد. صحيح عصام، مو غريبة أبدا على صحيح. عيال ديرتي يعني تشربوا حب الوطن، البحرين غالية نصونها بالقلب وبالعين. يعني احنا حبينا مشاهدينا نعايد ايضا على جيشنا الوطني الجيش الابيض، وتحيه اجلال وتقدير لفريق البحرين على هذه الجهود المتواصله حتى في شهر رمضان. واكيد نقول لكم الله يعطيكم الصحه والعافيه ويحفظكم من كل شر ان شاء الله. شعور طمأنينة والأمان اليوم يصل إلى كل مواطن ومقيم على أرض وطننا الغالي بفضل هذه الجهود. كلمة شكر ما تكفيكم، إحنا بالفعل هي عاجزين عن الشكر أكيد. ولكن صحيح. إحنا نقدر جهودكم أكيد. يا محلى وطرول فرض العدل والزين، عشنا بهوى الفرجان يا معتنا بالطيبين. يا محلى وطرول فرض العدل والزين، عشنا بهوى الفرجان يا معتنا طيبين. الجار حق الجار القلوب مثل الدار، وبيوتنا ملفال وكانت من الطين. الجار حق الجار القلوب مثل الدار، وبيوتنا اخوتها للبحرين.
البحرين البحرين يا محلى ومروان الأول أرض العدل والزين عشنا بهوى الفرقة اي والله ويمعتنا بالطيبين واللي ومصادف الغالين محلى مسايدنا من نورها تمدنا لنا دل منادي رحنا لها مصلين مصلين نمشي المدارس مدارسنا مشاهدينا بيوتنا بالعيد تزدان أكيد بعيالنا، يعني فرحتهم بالعيد يمكن هي السبب اللي يجمل العيد وزهوة ملابسهم أكيد يعني تجمل مجالس بيوتنا، لكن هالعيد هالمرة غير، ولكن رغم أنه هو غير خلونا نشوف تهاني عيالنا الحلوين وبنرجع نواصل معكم. عشان صحتنا صحتكم خلكم في البيت وعيادينا نقبلها بنفس بيت عيدكم مبارك ونحبكم كلكم عيدكم مبارك وعساكم من عوادة عشان البحرين خلكم في البيت عيدكم مبارك خلكم في البيت عيدكم مبارك خلكم في البيت إذا تحبون خلكم في البيت If you love us, stay at home. عشان البحرين نقعد في البيت. كلنا العائلة في البيت. عشاني خلكم في البيت. بحرين خلكم في البيت. مستانسي البيت وبوفي سكون بالسلامة. مشاهدينا مملكة البحرين تمتلك تاريخ عريق وتزخر بإرث غني وتنوع حضاري ثري انطلق برنامج المسابقات السارية على قناة البحرين الأولى مع أول أيام شهر رمضان وبإذن الله بيستمر حتى ثالث أيام عيد الفطر السعيد طبعا برنامج المسابقات السارية ركز على نشر ثقافة الموروث الشعبي اللي تشتهر بها مملكتنا الغالية واستعرض تاريخها العريق خلونا نشوف معاكم التقرير وراجعين موسيقى
مساكم الله بالخير والسعادة مشاهدينا في ثاني ليالي رمضان المبارك، وين ما كنتوا تتابعونا على شاشة تلفزيون البحرين أقول لكم تقبل الله صيامكم وطاعتكم. مساك الله بالخير نيلة. مساك الله بالنور والسرور يا حسن. مساكم الله بالخير مشاهدينا، مساكم رحمة وغفران لكم جميعا، وأكيد نرحب فيكم في برنامج السارية اللي راح نطلع عليه خلال برنامج أو راح نطلع عليه خلال هذا الشهر الفضيل، وأكيد هدفنا منه إسعادكم ومشاركتكم الأجواء الرمضانية بهوية شعبية تزامنا مع اختيار المنامة عاصمة السياحة العربية لعام 2020. فأكيد هذه فرصة نعزز من خلالها هوية الموروث البحريني ونتعرف أكثر ونتعمق في تاريخ مملكتنا الحبيبة مملكة البحرين. حياك الله حبيبتي، حياك الله يما حسن، مساك الله بالخير، الله يمسيكم بالخير ويمسي جمهورنا الجميل بالنور والسرور. يا الله إن شاء الله شهر مبارك وصيام مبارك. الله ما شاء الله اليوم منورة. من منطلق الحرص على تنفيذ رؤية ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لإحياء الموروث البحريني الشعبي، انطلق برنامج المسابقات السارية على قناة البحرين الأولى مع أول أيام شهر رمضان، وراح يستمر حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك برعاية رسمية من شركة بتلكو. يهدف البرنامج إلى إحياء الهوية البحرينية الأصيلة وإثراء معرفة الناشئة والشباب عن تراثهم وتاريخ مملكة البحرين. موجودة، أنا سمعت أنت قلتي طار صح سامية؟ إيش قلت؟ قالت طار. قالت طار. قالت طار. حسن صح. لا انا جوابك صح. انا اقول ام هلال كني سمعت انها قالت اي 100 دينار مقدمه من بتلكو. بس حبيبتي رفعي صوتك وركزي ركزي ساميه. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد. طبعا بلا شك شركه بتلكو في كل عام من رمضان تترك بصمه واثر عبر دعمها السخي لبرامج المسابقات الرمضانية، وكحال هذا العام أيضا دعمها لبرنامج السارية الهادف يؤكد مدى الدور الوطني اللي تقوم به الشركة في دعم كافة أنشطة المجتمع البحريني تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية الفعالة. رح نواصل حديثنا مع ضيفنا الشيخ بدر آل خليفة مدير عام قسم الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في شركة بتلكو. كل عام وانت بخير الشيخ وعيدك مبارك. كل عام وانت بخير. من عواد الشيخ شرفتنا ونورتنا الله يسعدك. حياك الله، اهلا وسهلا فيك شيخ. طبعا بتلكو تألقت هذا العام، ابدعت هذا العام الحمد لله. يعني كحال طبعا الاعوام السابقه وجودكم جميل واضح، حضوركم لافت في كل عام ما قصرتوا، والدعم اللي قدمته جدا يعني محل يعني التقدير اكيد. هذا الدور اللي انتم تقومون فيه في كل عام في تقديم الدعم لمسابقات رمضانية اللي تعرض على شاشة تلفزيون البحرين، ماذا يعني لكم كشركة وطنية؟ اي نعم، احنا سلمس كشركة وطنية دائما نحرص ان نكون متواجدين في الفعاليات الوطنية، وعندنا سياسة واضحة وعندنا منهج واضح، عندنا عدة مسارات نحاول ان احنا نتواجد فيها ونشارك فيها. نعم. الامور تخص الشباب الرياضة، الامور تخص التعليم، الصحة والخدمة المجتمعية. طبعا رمضان وبرامج رمضان لها يعني مكانة خاصة عندنا، ابتدينا وياها تقريبا من 3 سنوات. نعرف احنا كشركة بحرينية يعني ماذا يعني رمضان حق البحرينيين، تلفزيون البحرين شنو يعني حق البحرينيين، صحيح برامج مسابقات رمضان شنو يعني حق البحرينيين. الكل يعني يرتبط بهذه الأجواء، مسابقات رمضان الكبير الصغير، البنات الأولاد، الكل يلتم دار مدار التلفزيون. تعودنا شيء ربينا وياه، صحيح. فحرصنا نحن كم متواجدين في ذا الشيء ونساهم حتى لو بالشيء البسيط في إنجاح هذه البرامج، واللي أيضا تدخل الفرحة على البيوت يعني خلال شهر رمضان. لذلك الشيخ أنت وكشركة جريبين من المواطن البحريني وحتى المقيم أيضا، وهذه خليني أنا أسألك يعني أهمية أن تكون الشركة الوطنية قريبة من المواطن ومن المقيم أيضا. إيه نعم الشيخ، احنا الله يسلمك لما احنا يعني
عملنا عدة مثل ما يقولون ورش عمل داخل الشركة على مستوى الإدارة التنفيذية والإدارة، وأيضا أمور قدمناها حق مجلس الإدارة. اللي هي ماذا تعني لما احنا نقول، أو ماذا احنا نعني لما نقول احنا شركة وطنية وعندنا هوية وطنية. فحطينا الله يسلمك أمور كثيرة اللي نقدر ان احنا تخلينا نفتخر بان احنا نقول والله احنا شركة وطنية وانا شركة بحرينية، مو بس كلام أيضا فعل. فرسمنا خطط حق الأشياء المفروض لكم متواجدين فيها، طريقة تفاعلنا مع البحريني والمقيم على أرض البحرين الطيبة، نكون جريبين من الناس، نكون متواجدين في عدة محافل، علاقاتنا تكون بجميع الأجهزة اللي نتعامل معها ومع المواطنين ومع المقيمين تكون علاقة طيبة، نسمع لهم، ساعات نتصل ناخذ آراء الناس. فهذه القرب يخلينا نفهم إن, 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 إن المجتمع شو يتوقع منه، شو اللي فاضله، شو اللي يحبه. ودائما نحاول ان احنا يعني نكون نحط روحنا مكانهم. صح، اذا انا قاعد في البيت قاعد مع اهلي شاب اطالع في التلفزيون ولا شاب اسمع ولا شاب اشوف، فنطرح على روحنا هالاسئله. فاذا احنا نبي نكون شركه وطنيه نفتخر بهذا الشيء لازم نكون احنا يعني قريبين من من, من من ارض الواقع. صحيح. يعني هذا يدفعني أن أنا أسألك الشيخ بدر، يعني مساهماتكم في يعني هذه المسابقة، مسابقة رمضان برنامج السارية، جاء مختلف عن يمكن المسابقات السابقة. صحيح. لأنه يختص بالموروث التراثي أو الموروث الشعبي اللي كلنا كبحرينيين صراحة نفتخر فيه. صحيح. نفتخر بأصالة وعراقة تاريخنا، موروثنا الشعبي الجميل، يعني ظهر بشكل واضح وجلي في هذه المسابقة. أكيد أن مساهماتكم لها أبعاد طبعاً. صحيح. نتكلم عن هذه الأبعاد اللي تحملها طبعاً مشاركتكم في برنامج السارية. أول شيء الله سلمك، إحنا يعني مشاركتنا في برنامج السارية نعتبرها شرف لنا. نعم. أن إحنا أعطينا هالفرصة أن نكون إحنا جزء من ذي البرنامج اللي قدم هالشكل لأول مرة، ويعني وسموه الشيخ ناصر يعني ما قصر في 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 الدفع لهذه الفكرة. صحيح. وترجمتها لأرض الواقع، وشيء يعني جميل لما نشوف ان احنا شيء يقدم على تلفزيون البحرين بشكل يعني عصري، لكن ايضا يعني يربط الماضي بالحاضر، يتكلم عن تاريخ البحرين، عن الموروث. صحيح. عن عاداتنا، عن تقاليدنا، يعني في امور صراحه يعني انا اشوفها واشرحها حتى حق ولدي في البيت، اشوفها في التلفزيون او كلمات او مشابه تذكرنا بايام قبل يعني بالتاريخ البحريني وبالاصاله البحرينيه. فشيء يعني شيء طيب، واحنا فخورين جدا ان احنا عندك. الله عندك، الله يسلمك، عند الشيخ. وان احنا نكون جزء من ذي الشيء ونقدمه يعني يعني فخر لنا. نعم. ان ساهمنا في الجوائز، نسمع الناس مستانس، نسمع يقولون والله هذا هديه من بتلكو، شيء يعني فرحنا كأننا موجودين معاهم في البيت. جميل. يعني يترك اثر كبير عندنا. والبرنامج ناجح. صحيح. يعني وهذا شيء احنا نفتخر فيه. وللامانه دخل كل بيت عصام، كل بيت والكل تفاعل معاه. صحيح. لان مثل ما تفضلتي هي، مثل ما تفضل الشيخ، هو يعني قاعد يترجم ايضا الكثير من التفاصيل التراثيه اللي. صحيح. احنا ما عشناها لكن عشناها من خلال البرنامج للأمانة. نعم. النجاح ذي الشيخ شي مثل لكم؟ سلامك الله. النجاح يعني نجاح البرنامج أول شيء مو بشيء بالصدفة، يعني إذا احنا نشوف من الناس اللي شاركوا في يعني طرح البرنامج أو قيامه. نعم. وتقديمه، نشوف يعني عندنا اللجنة الأولمبية، رياضة الموروث، دعم سمو الشيخ ناصر، عندنا الشركة الداعمة هي شركة بتلكو، ترى الإعلام، وزارة الإعلام، تلفزيون البحرين، ترى كل ذي الجهات مشتغلة مع بعض على مدى سنوات طويلة. يعني احنا حق ذي البرنامج لما نتواصل مع الناس اللي نعرفهم على أساس أن يعني نقدم المساهمة وما شابه والدعم، كلها ناس نعرفهم مشتغلين معها من قبل. صحيح. فروح الفريق الواحد واللي يمثل أيضا فريق البحرين وروح فريق البحرين ترى موجود. الكل يسمع والكل يطرح أفكاره والكل يتناقش والكل يبي يقدم الأفضل للبرنامج، مو بحق نفسه، الأفضل بحيث إن شيء يطلع على تلفزيون البحرين يشرف البحرينيين ويشرف كل اللي قائم على البرنامج. صحيح. فهذه. صحيح. عنصر أساسي للنجاح. صحيح. وإحنا سعيدين إن إحنا أدينا دورنا، يعني إن شاء الله يكون على أكمل وجه في إنجاح هذا البرنامج. ولما نشوف إحنا الشباب البحرينيين والطاقات البحرينية والمواهب البحرينية اللي وراء البرنامج، يعني شيء مشرف حقيقة. نعم. يعني صحيح. تقديم البرنامج، الغري اللي إحنا موجودين فيها اليوم. نعم. شيء واحد يفتخر فيه.
بلا شك. شيخ طبعا يعني يمكن انت ذكرت نقطة، احنا لما كنا نشوف المسابقة نتفاعل كلنا صغير وعود، نعم. احنا الكبار نستذكر يمكن بعض الكلمات، نعم. بعض الأمثال، نعم. بعض المعلومات يعني يمكن شوية سوينا رفرش حق معلومات يمكن قديمة. المناطق اللي في القرية في قرب، في شعور حلو، سواء كان في المنامة، المحرق، من أي منطقة، وكل واحد يعني يشهق بالمنطقة اللي هو يعني أنت منها. صحيح صحيح. إحنا اليوم يمكن في المحرق يعني، فشوية الروح شوي يعني تشوفها تحن. يعني بتلكو دائما يعني تسعى ان هي تعزز الهويه الوطنيه، واحنا شفنا ذلك حقيقه بكل يعني الخدمات اللي تقدمونها، نشوفها حتى في الاعلانات في التلفزيون، لازم فيها لمسه وطنيه، الهدف منها تعزيز الهويه الوطنيه. وشاركتوا ايضا في برنامج الساريه بهدف وطني، يعني مثل هذه المبادرات شيخ بدر الى اي مدى تساهم في يعني انعكاس الهويه الوطنيه على ابناء المجتمع البحريني؟ طبعا الله سلمك، لما نتكلم عن الهوية الوطنية فيها عدة عوامل، فيها تاريخ كبير لازم نحن نعتز فيه ولازم يكون حاضر والناس تتذكره، نعم. في احتفال بالإنجازات اللي صارت مؤخرا تحت يعني عهد سيدي جلالة الملك أحمد بن عيسى، في كثير من الامور يعني في اللي الطريقه اللي احنا قاعدين نواجه فيها هذه المحنه او الظروف الاستثنائيه اللي تمر فيها البلد يعني بسبب الفيروس الكورونا، نعم. فيها امور كثيره يعني كونك انت بحريني تعني الكثير، لك تاريخ ولك حاضر ولك وطن يعني تعتز ان انت تعيش فيه، فاحنا نؤدي دورنا، الكل لازم يؤدي دوره، لازم نؤدي دورنا في التثقيف، في الوعي، في دائما نضع اللمسه البحرينيه يعني. صحيح. ناس ما تفضلت وكلامك صحيح، احنا الاعلان نفكر فيه يعني نسوي برين ستورمينج ونفكر فيه بطرق مختلفه شلون نطلع البحريني بهالطريقه، شلون نحط اللمسه البحرينيه، مسؤولية. اذا الناس شافونا من برا ايش بيشوفون، ايش بيقولون، شلون نعكس ال 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 الهوية، الأطباء البحرينية، الثقافة البحرينية، العادات الأصيلة اللي في البحرين، فنحاول نأدي دورنا وإن شاء الله يعني الله يقدرنا نأدي على المستوى المطلوب، وكذلك يعني جهات كثيرة في المملكة. صحيح. ايضا تؤدي دورها من خلال المجال اللي هي متخصصه فيه، وهي مثل ما تفضلت هي مسؤوليه كبيره، جهود مميزه تكمل بعضها، مساله توصيل قيم التراث، صحيح. تفاصيل التراث للاجيال مسؤوليه بالتاكيد. صحيح. تحيه لسمو الشيخ ناصر، تحيه لبتلكو، وتحيه لوجودك معنا الشيخ، اتشرف بوجودك، كفيت ووفيت، ما قصرت، الله يسلمك. الله يسلمك، الله يسلمك، ما قصرت. شكرا. اذا مشاهدينا احنا نشكر باسمكم الشيخ بدر، وطبعا شركه بتلكو سباقه دائما في هذه المبادرات، ودائما قريبه من المجتمع بعطائها وايضا بتكاتفها ايضا مع البحريني والمقيم. بالنسبة عن برنامج الساري، طبعا برنامج الساري الكل يعرف انه هو في ظروف استثنائية، والظروف هذه يعني احنا حاولنا نتكيف معها بكثر ما نقدر، وانا اقول الحمد لله فضل رب العالمين ان احنا قدرنا نطلع ذي البرنامج في ذي الوقت في ذي الظروف، رغم كل الصعوبات اللي تواجه مو بس البحرين ولا الخليج، اللي تواجه العالم كامل بظرف هاي الجائحة اللي هي الكورونا، الله يعديها علينا ان شاء الله على خير، تبعدها عنا وعن امة محمد يا رب العالمين. الأكبر أهداف اللي كنا نطمح لها في البرنامج الحمد لله قاعدين نشوف ثمارها عندنا في المواقع الإلكترونية، عندنا معدل زيارات عندنا تقريبا فوق 23 مليون زائر للفترة من قبل يومين وثلاث، وقاعد الرقم قاعد يزيد في هذه الفترة. الهدف الأكبر والأسمع في البرنامج إنه هو أن احنا نبين المعلومات
والموروث المعلومات القديمة، الموروث الشعبي، كل والعادات والتقاليد اللي بعضها اندثر بعضها موجود، ونوصلها ونوجهها حق المتابعين والمشاهدين. الحمد لله البيئة تهيأت لنا بفضل طبعا رب العالمين أول شيء، ثم سعادة الوزير أبو محمد ما قصر يعني على هذه القرية وعلى هذا المكان اللي احنا متواجدين فيه، وكل الطاقم اللي موجودين هنا قاعدين يحاولون يعطون كل اللي عندهم من إعداد، مقدمين، المذيعين، من صوبنا احنا إخراجيا، يعني كل الجهود هذه متراسخة ومبينة في البرنامج نفسه. أحب أشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على الدعم اللامحدود المادي والمعنوي لنا، وكل الناس اللي زارونا في هذا الموقع على دعمهم لنا حق هذا البرنامج رغم الظروف الصعبة اللي نلاقيها احنا من ناحية الالتزام نحن نكون مجتمع واعي في النهاية ونلتزم بكل الإجراءات والاحترازات الوقائية، لكن إن شاء الله بإذن الله احنا قادرين ان احنا نقدم، واحنا جالسين نضحي بوقتنا وحتى يمكن بنفسنا علشان بس هذه البلد تطلع بشيء زاهي وشيء حلو يشوفونه الناس. حرصنا على أن نكون ننقل الشكل التراثي حق المجتمع البحريني أو المجتمع العربي عموما يعني، فحكم المنطقة اللي احنا قاعدين نصور فيها والبيئة الخصبة اللي وفرها لنا سعادة وزير الإعلام علي رميحي هي اللي خلتنا نبدع في ذي المكان ونطلع نبرز المكان بشكل حلو، وفي نفس الوقت حرصنا على الأزياء، على حركة الناس شلون تمشي شلون تتحرك في اللوكيشن. في نفس الوقت احنا الظروف الحين في زمن العالم كله يعني في جائحة كورونا هي يعني خلتنا تباعد اجتماعي، فقد ما نقدر قللنا الناس اللي موجودة في اللوكيشن، وهذه الأشياء اللي يمكن هي كانت صعوبات بالنسبة لنا أن قد ما نقدر نقلل الناس ذي. كنا نتمنى يكون في عدد أكثر، عندنا أشياء أكثر نطلعها نبرزها، بس الحمد لله الجماعة هني كلهم ملتزمين، كل الناس لابسة كمامات وقاعدين نمشي حسب توجيهات ولي العهد. الحمد لله ما كانت عندنا المشاكل اللي هي، بس النظرة الإخراجية كانت مع عبد الرحمن مناعي وعيسى مطوع، فرتبنا كل هذه الأمور، والجماعة كلهم من ستاف تصوير إضاءة وصوت وهندسة كانوا يعني متعاونين لآخر درجة، بحكم أن احنا كنا نتنقل من لوكيشن للوكيشن، كل أسبوع أنتم تشوفوننا في لوكيشن ثاني، فكانت هذه بعد بالنسبة لنا أمر وايد صعب لأن عندنا ليلة واحدة بس عشان ننقل، وإحنا في رمضان الحين الناس صايمة، فالحمد لله يعني قاموا بجهد وايد جبار، هذه سبب نجاح البرنامج، وإحنا نتمنى يعني أن نكون وصلنا حق الناس المعلومات الصحيحة والأشياء الجميلة اللي هم حابين يسمعونها واللي مثل ما نقول بتدوا ينسونها. رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيوفنا في الاستوديو، فريق عمل برنامج السارية، مقدمي البرنامج حسن محمد، نيلة جناحي، والفنانة القديرة سلوى خيط. أهلا وسهلا فيكم، مبارك عليكم. لا الشهر عيدكم مبارك، عساكم من عوادة كل عام بخير وانتي بصحة وسلامة. وأنا ما بقول نورتوا القرية، أنتوا أصلا نور القرية، طوال شهر رمضان قدمتوا الجميل، متعتونا، أبدعتوا وتألقتوا الصراحة. على الزود تسلمين من ذوقك أكيد. وأنا جميل سعيدة أن يعني موجودين أنتم معنا اليوم في القرية في برنامج العيد، وراح نتكلم بشكل أكبر عن اللي قدمتوه واللي صار في يعني الكواليس وأبعاد هذا البرنامج إن شاء الله. يعني أنا خلوني أبتدي بالداعم الأول طبعا سيدي أكيد. سمو الشيخ ناصر، وأبتدي معاك أم هلال. تفضلي. يعني سمو الشيخ ناصر في أول حلقة يعني أبدى اهتمامه وحرصه على الموروث الشعبي اللي كلنا نفتخر فيه كبحرينيين أكيد، ولله الحمد إحنا موروثنا مشرف، موروثنا أصيل وعريق، وحرص سيدي سمو الشيخ ناصر على يعني إظهار هذا البرنامج بصورة جميلة. يعني هذا البرنامج أو هذا الدعم من سيدي سمو الشيخ ناصر شنو يمثل لكم أنت؟ بالنسبة لي يعني هذه فرصة يعني ما توزن، ما يعني بالذهب. نعم. ما توزن، ما لها يعني، ما لها يعني وصيف. نعم. ليش في شيء مكنون في داخلي؟ طبعا عيالي بعد ادري ان اللي شنو اللي مكنون في داخلهم، ابقي افرقه، ابي اطلعه، وخصوصا
حق أجيالنا الصغيرة اللي توها اللي ما عندهم خلفية ولا عندهم فكرة عن تراث صحيح البحرين الأصلي وعن يعني موروثنا. ترى البحرين متروسة صحيح يعني تراثنا مثل ما يقولون إخواننا مليان مليان ولله الحمد وغني. نعم الحمد لله. فإحنا لازم وبإذن الله نطلع لهم هذه الموروث. نعم. ونطلع لهم ونعلمهم ونوعيهم. صحيح. ونسألهم فيه ونترس. نعم. راسهم. صحيح. نخليهم يتحلون به. نعم. ويفهمونه ويعرفونه على أصوله. عدل عدل أم هلال عدل. مفهوم كلامي؟ مفهوم وصل ثبت ثبت يلا السارية نيلة أنت يعني زميلة عزيزة وأنا سعيدة أنك موجودة يعني معايا اليوم هنا في استوديو القرية. قدمت الجميل أنت وحسن ثنائي الصراحة جميل يعني بمعية القديرة أم هلال. يعني يمكن أنا لو كنت محلكم يعني أكيد راح تكون في مسؤولية كبيرة لما سيدي سمو الشيخ ناصر يتصل ويقول لكم هلا هلا بالموروث هلا هلا بالمعلومات. صحيح. يعني هذه أنا أعتقد حتى كل مشاهد بحريني يمكن صارت عنده هذه الكلمة يمكن رسخت في إذنه. صحيح. فما بالكم أنتوا يعني مثل هذا الدعم اللي سيدي قدمه وهذه المسؤولية اللي أعطاكم إياها سيدي سمو الشيخ ناصر شنو تعني لكم؟ شوفي أول شيء يعني الحمد لله رب العالمين إن إحنا تم اختيارنا وتوفقنا الحمد لله لك يا رب إنه يعني صار في بيننا توافق على الشاشة وحتى خلف الشاشة مثل ما قلتي خلف الكواليس كانت تصير لحظات حلوة ويعني كل واحد فينا يعني يضيف لمسة أو يضيف شغلة معينة في البرنامج. صحيح. مثل ما تفضلت وقلتي دعم سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حق هذا البرنامج وأنه حملنا هذه المسؤولية الكبيرة أن احنا نقدم للمشاهد البحريني والخليجي وحتى برع الخليج الناس قامت تتابعنا. صحيح. وتتابع هذه المعلومة أودهم أنها توصلهم. صحيح. يعني فعلا خلتنا أن احنا نبدي كل الجهد في التحضير. يعني ما يعني يمكن المشاهدين ما يعرفون ان احنا بدينا نحضر من قبل البرنامج يمكن تقريبا باسبوعين او ثلاثة اسابيع. كنا نقرا الاسئله نقرا الامثال. صحيح. اللفظ نركز عليه. صحيح. صحيح. يعني نحاول ان احنا قد ما نقدر نكسب هذه المعلومات من الاستاذ محمد جمال وايضا اضافه الفنانه القديره سلوى بخيت كانت يعني اكيد اضافه كبيره كنا دائما نسالها يعني انا دائما اتسال واقول لها انا بقعد انا لا تشوفيني ساكته بس انا يعني ودي اسمع انت شو تقولين شنو قاعد تقولين لفظي لي هالكلمه غني لي هذه الاغنيه بالمراد يعني هذه الاشياء اتوقع مو بس انا حتى حسن نفس الطريقه بالاضافه لكن احنا نراجع يوميا قبل الحلقه. صحيح. يعني سواء انا ولا حسن ولا حتى الفنان القدير سلوى بخيت كلنا نراجع مع بعض قبل الحلقه. صحيح. وقبل البرنامج اصلا باسبوعين نراجع. وانا شفتكم اصلا يعني هذه كلمه حق يعني اذا تسمحون لي مشاهدينا انا بقولها فعلا يعني انا يمكن مريت اللوكيشن وشفتكم. صحيح. يعني حسن ونيلة تقعدون وتسالون. صحيح. طريقه اللاف وتراجعون مع الباحث القدير كذلك يعني تسالون ام هلال وكنتوا يعني تتحفظون الكلمات هذه مجهود يعني ما اظن انه يعني باقي يمكن برامج المسابقه تسوونه لان انتم عندكم حمل. اكيد كلمات سيدي سمو الشيخ ناصر لما قال لكم هلا هلا بالموضوع هلا هلا بالمعلومات. صح. فهذه معناته ان كلمات اكيد حسن يعني لها اثر كبير. شنو اثر هذه الكلمات؟ اثر بشكل ما تتصورين شنو كبير. اول شيء يعني احنا نتكلم عن سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد شيخ الشباب أكبر مثال سطر لنا من خلال هالبرنامج أنه هو واحد شاب في هذا العمر وفعلا حريص أنه يترك بصمة من خلال موروثنا الشعبي على جيل الشباب جيلنا يمكن حتى إحنا تعلمنا وايد مثل ما قالوا طبعا الغالية أم هلال ونيلة. نعم. فما بالك الجيل الأصغر توثيق هاي الكلمات هاي المفردات الشعبية. صحيح. اليوم إحنا يمكن حتى من خلال السناب شات أو الانستغرام ناس يقولون والله الكلمات اللي قاعد تقولها قاعد نستخدمها هذا ايش كثر يعني ان انت تدخل هذه المفردات في حياتك اليوميه الطبيعيه. صحيح. لا تنسين بعد سمو الشيخ ناصر قال لنا ان الملك الله يحفظه جابعكم هذه بعد مسؤوليه اكبر واكبر واكبر يعني شيء امانه يفرح القلب يونسك في نفس الوقت يحملك مسؤوليه جدا كبيره. صحيح.
مراجعتنا وقعدتنا وتدقيقنا أول شيء عشان نطلع فعلا بصورة جميلة حق المشاهدين وفعلا واثقين من المفردة اللي نقولها. نعم. بعد عذرونا يمكن شوي ساعات لا سمح الله يصير زلة من فعلا. بني آدم أو شيء يعني عذرونا والله فعلا. صحيح. بس كثر ما نقدر فعلا احنا نكون حريصين ان نطلع مفرداتنا وكلامنا الجميل بشكل فعلا راقي والكل يفتخر. ما قصرتوا للأمانة، بيض الله ويحكم، كفيت ووفيت الصراحة يعني لأول مرة وبشهادة الجميع، والكل يمكن يكتب لكم وانتم تشوفون يعني ردود أفعال وأصداء الناس. المسابقات هالسنة مختلفة تماما الحمد لله وناجحة نجاح يعني يليق بالمملكة ويليق أيضا بتلفزيون البحرين الأكيد. ويعني الحمد لله رب العالمين كنا على قدر المسؤولية لأن رمضان هالمرة غير صحيح. لكن أنتم مليتوا الصراحة رمضان، يمكن رمضان في بيوت الناس قاعدين في بيوتهم في تباعد اجتماعي، ولكن رغم هذه الصعوبات إلا أنتم آثرتوا النتيون وتشتغلون تهدون بيوتكم وتكونون واجب. يعني مع الناس اللي في الصفوف الأمامية علشان ما يتغير شيء على المشاهد. صحيح. فعلا. صحيح. أم هلال أنا يعني في مني شكر خاص لك أنت. الله يسلمك. أنت يا أم هلال رجعتينا لسنوات جميلة صراحة. الحمد لله. أنت يا أم هلال رجعتي الزمن الجميل، الزمن الطيب، يعني هذه تأكيد على أن ليل حين إحنا عايشين في زمن طيب ترى. بوجودكم أنتم اللي مثلكم وشرواكم الصراحة. من يوم ما إحنا صغار نتذكر إيش كنتي تقولين لنا الأمثال ونكرر. رجعتي الزمه في هذا البرنامج وقمنا احنا نكرر لما تشرح لكم شنو الغبقه انا مع السلامه يلا السلامه يلا السلامه كلنا ترى يلا السلامه الصراحه يلا السلامه ولي قلت يلا الديره شنو افتري الديره افتري كلنا وراعي النصيفه سالم كلنا ساعات احنا حتى في البيت لما يعني تعودنا ان نلعب يمكن في البيت راعي النصيفه سالم يا سلام ام هلال كلماتك دائما راسخه انا اشكرك الصراحه وفي سؤال يعني ايضا ان كيف جاتك الدعوه شلون قبلتي الدعوه شلون جاتك الدعوه في المشاركه في برنامج الصارية والله انا كنت جايه وتعبانه جايه من تصوير من الامارات ايه جيت في نفس الاسبوع صار لي مشاركه مع الاستاذ احمد الكوهجي قلت يلا كم من يوم وضيفه شرف خلصت في ابن الحدود في ابن الحدود ايه خلصت وما كملت الأسبوع خلصت دخل علينا نهاية الأسبوع إلا الاتصال من ولدنا مخرجنا عيسى المطوع أي مشرف البرنامج قال مشرف ولدنا قال كذي 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 قلت ويه ما صار شيء كورونا ماما كورونا ما صار قلت ويه أنا عندي حجوزات عندي حق القرقعون وعندي حق حياك الله يا رمضان قال ما في فضي روحك فضي روحك صراحة قلت انزين يعني شلون الطريقة والذي قال كذا وكذا وكذا من أول رمضان لثالث أيام العيد قلت الله يحيينا حياة طيبة يا يمه اللي يقول إيه إن شاء الله الله بيحيينا حياة طيبة بس حطي في اعتبار وحطي في بالك نعم. ان ما في قلت انا ان شاء الله سلمت قلت ان شاء الله يا يمه وسكت قال لي جهزي نفسك قلت له ان شاء الله قعدت افكر شنو يعني البرنامج حطوني نبذه بسيطه عنه بس ما توسع في الموضوع ما توسط في الموضوع قعدت والله افكر وحوتي واضرب اسداس في اخماس وش لا تحاتين يا ام هلال لا ان يعني ما ادري شلون طريقه البرنامج يعني شلون يعني بنبتدي شلون بنسوي ما لكن بنسوي. يوم قالوا لك ان قريه تراثيه وهذا يوم كمل لي الموضوع هو اعطاني نبذه بسيطه بس بعدين يوم شرح لي الوضع الله يعني سعاد جن نشرح صدرك صدري اي والله وطرت إلا شعره من الفرحة الله أي والله وقال لي يعني الموضوع من تحت من طرف سموه الله يسلمه ويطول في عمره ويثبت به آمين خليه ذخر آمين يسلمه أهوى وإخوانه وحمد قوله فعل والنعم فيه أي والله أي. يعني وايد انشرح قلبي وانشرح خاطري حق هذا التفكير نعم السليم اللي هي
في وقت بصراحة. صحيح صحيح. هي في وقت ولله الحمد. نعم. والاختيار عاد بعدين هذي راجع لكم أنت. عادل. أنا أحبك صراحة. أنا وايد أحبك. نيلة يمكن ابتعدتي شوي أو اختفيتي عن يعني شاشة تلفزيون البحرين. فعلا. لكن أنت بنت تلفزيون البحرين. بنيتنا أنت. أكيد ما استغني عنها. صرت ثنائي جميل. ورجعتي في برنامج مباشر من بعد يعني فترة. هذه التجربة يعني كيف ممكن أن يعني تتكلمين عنها؟ شنو أضافت لك؟ خصوصا أنه يمكن في الفترة السابقة قدمتي يمكن برامج مسجلة. صح. ولكن رجعتي أنت اليوم بين هني عيال ديرتك وتقدمي مباشر. أكيد. شوفي أول شيء أنا دائما أقول يعني أنا مالي بد من البحرين ومالي غنى عن ديرتي البحرين. نعم. والأولوية بتتم حق ديرتي البحرين. يعني ابتعدت مثل ما قلتي فترة بسيطة عن تلفزيون البحرين بس لأن انشغلت بأمور أخرى ويعني انشغلت ببرامج أخرى مثل ما قلتي فيها تسجيل وكذي بس اكتشفت أن أنا بنت خلقت للمباشر للبث المباشر. يعني هذه الأشياء فعلاً أحس أن شخصيتي تطلع فيها غير عن التسجيل. تعرفين ساعات البرامج صحيح. المسجلة تتقيدين بأشياء وبتعيدين. معينة وبتعيدين ويعني خصوصاً إذا أشياء فيها معلومات. يعني أنا شوي في الفترة هذه اللي ابتعدت فيها قعدت شوي أركز شوي في الشغل أركز في اختيار البرامج مثل ما قلتي يعني إن هل البرنامج دي بيفيد المشاهد هل أنا قاعدة أوصل فكرة معينة فصرت شوي انتقائية في البرامج اللي أختارها فيعني يمكن هذا الشيء هو اللي خلاني أبتعد بس مثل ما قلتي هذا البرنامج فعلاً إنه هو مباشر لكن القيمة اللي فيه والمعلومات اللي فيه خلتني فعلاً أتشجع وأرجع حق هذه البرنامج وأرجع حق المباشر واكتشفت إن أنا فعلاً خلقت حق البرامج المباشرة. نعم. وإن شاء الله بتضلين يعني. أكيد إن شاء الله أكيد. وصراحة إضافة جميلة يعني. معلك زود. نيلة وأنت بنت تلفزيون البحرين. أكيد أكيد. حسن أنت ما شاء الله رمضان ذي رمضانك. الحمد لله. صح؟ يعني أنا أقدر أسميك الجوكر. الله يحفظك. والله أتشرف وأتمنى أكون قد الكلمة يا رب. فنان مميز صراحة. يعني من قبل رمضان أنت كنت تشتغل وفي رمضان أيضا يعني شفنا أعمال كثيرة. صحيح. يعني أنا ما كنت أبغيك أن تكون مع الضيوف اللي بعدين مشاهدين راح تشوفون من كتبي مع جماعة السارية. هذه التجربة شلون توصفها؟ يعني كفنان طبعا لك جو مختلف على المسرح جو مختلف ولكن أنت مع أم هلال الحبيبة ومع نيلة في القرية التراثية وعندك مسؤولية نقل الموروث الشعبي اللي كلنا نفتخر فيه. شوفي أول شيء هي يعني صراحة أنا من الأشياء اللي كنت وايد حاب الناس سواء تنقلت في التمثيل تقديم البرامج في الإذاعة شاركت في برامج خارج مملكة البحرين عشت هاللحظات الحلوة بس دائما كان عندي هاجس إن أنا أقدم برنامج مباشر في نفس الوقت يكون جو مسابقات وتتذكر أم هلال حبيبة قلبي عذي على اسمحوا لي يعني حبيبة قلبي أم هلال الله يخليك فدائما كنا نقعد يمكن تتذكر من قبل أنا كنت طارح عليها فكرة برنامج أنه يكون تراثي شبابي في نفس الوقت يعني فسبحان الله أنا رب العالمين كان خاش هذه اللحظة لي ونسني فيها فعلا ان انا يكون عندي هالبرنامج بلس ان انت تتكلمين عن من اللي يدعم هالبرنامج يعني انا بطلع برنامج بس اذا ما يكون الدعم باسم جدا كبير هذا الشيء بيكون جدا مختلف صحيح. وثاني شيء انا اليوم اللي يجعلني اكثر سعيد ان انا اكون موجود في مثل هالنوعيه من البرامج ان انا معي قيمه كبيره معي اول شيء ابتداء من اسم الاستاذ محمد جمال ثاني شيء ام هلال طبعا ام هلال الطبيعيه سلم. العفويه ال- 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 المعلومات الحقيقيه صحيح. ما تقولها بفلسفه أم هلال تتكلم بعفوية بطبيعية توصل لك المعلومة دايركت فيا بختي إن أنا موجود بالإضافة إلى نيلة يعني أنا ونيلة نيلة أخت عزيزة على قلبي وفعلا في كيمستري جدا غريب بيننا في نفس الوقت الحمد لله حبونا الناس وايد أنا ونيلة يمكن كنا نطلع عرافة يعني فعاليات عديدة حلو الكيمستري فكان في كيمستري حلوة الكيمستري هذه بس مو الموروث الشعبي هذه الموروث الثاني لا سمح قولها بالمحبة يعني هناك في نقدر نقول جاذبية بين نفس يعني يايزين حق بعض ثنائي جميل هلون عدد بس من الجاذبية ما علي ترى هي خبيرة حتى في المصطلحات شاطرة ترى تفاجئش في بعض المصطلحات فأقول لك التوليفة صارت حلوة بالإضافة أن الحمد لله طلعنا بشكل أتمنى أنه هو الحمد لله بشكل مشرف حتى كصورة نظر يعني بصرية للناس كانت فيها جمالية ما قصر احنا موجودين في القرية كل أسبوع لوكيشن مختلف صحيح. احنا نفسيتنا تتجدد مع الناس صحيح. كل يوم معلوماتنا تزيد أكثر وأكثر نفس ما قالت الاستعداد باختصار كانت أمانة أن احنا كنا مجتهدين ما قصروا معنا سواء المشرف البرنامج الأستاذ عيسى المطوع أكيد. أسامي عديدة أنا ما أبي أظلم أحد مخرجيننا عبد الرحمن
جمال مناعي، سواء كعزيز الشوملي، امين الامين، ياسمين، الكل الكل هي الطاقه 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 متى ما كانت جميله وايجابيه في المكان اللي انت تشتغلين فيه وتحسين بالمحبه بتقدمين شيء جميل. باختصار اعتقد ان انت ويعني الحمد لله تحالفت كل الظروف عندك بفضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله توفيج من الله الحمد لله رب العالمين. يمكن الى نفس الكلام انا قلت لك اكيد ذكرها حسن. ايش قلت لك انا؟ قلتي لي كل شيء في وقته حلو. يا حلو بالضبط بالضبط كل شيء في وقته حلو. سبحان الله رب العالمين يدبر الامور صحيح لشيء يطلع راقي يليق بهالارض الطيبه. ام هلال احنا نسمع ساعات يعني لما تقولين او تشرحين يمكن المعلومه حق المشاهد احنا كلنا نسمع، وهذه الطريقه اللي احنا يمكن تربينا عليها شلون لما يعني امهاتنا اباتنا جداتنا كلهم يشرحون بهالطريقه احنا تعودنا على دي شنها حزايه حزايه صحيح. فما بالك بالامثال الامثال والمعلومات شلون انه مثل ما نقلتيها وشرحتيها حق نيله وحسن نفس الشيء توصل حق المشاهدين والصغار. ايش قد مهم ان ننقل هذه المعلومات اليوم حق الجيل الجديد. هذا هو الحين تمثلنا احنا هي ما طلعت كذي عبث ترى موقعهم وفي نفس الوقت في الحدث كانوا حتى وهم قاعدين يتقهون قهوة الصبح والضحى النسوين طبعاً وأنا كله أتلسلس تحت أمهاتي الكبار يعني من يوم أنا صغيرة أحب قعدة الكبار يعني طفلة مو بصغيرة عمري 12 ولا 15 طفلة خمس مست سبع ثمان هلول أقعد في نفس الوقت حتى لو هما بيطلقونها يعني من باب مثل ما تقولين المزحة اللي بطعنة يعني مزحة طعنة أربعين لين قالت لها ها شلون الشنة الجديدة قالت ما يدعون ولا يسبون قالت وشينا لطبخ ماصخ حتى السبوس لم تشيهم اختلطت انا عندي هودي صارت بوجمع شباب الديب تم تحوس في قلبي ابا عارف من اسال اروح حق امي وهار اختي سلطانه مربت عمي واختي وامي وكل شيء قلت لها كذا 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 ايش معناته هي تعقر في جنتها قالت هذي مو بعجب انت شمرت شو الحكي الكبار قلت بس قولي لي شرحي لي ايش معناته هي قالت ذي الحكي عن جنتها قالت مو بعجبتها ثقيله ولا تعرف تطبخ ولا تعرف تنظف ولا تعرف شيء يعني بما معناه غشوها قالوا لها رعية بيت وتعرف كل شيء صوروا يعني هذه الأشياء البسيطة صح يبونها في قالب مثل عدل بس وانتوا يا النسوة اللي قاعدين فهموها انه يعني ما منها فايدة هالجنة لا فهموها وصلت هي النظرة كفاية ايه هي من قالت واشينا واشينا خلاص واشينا نيلة يمكن البرنامج يعني في كثير من المعلومات صح كنت تقعدين معاي يمكن أستاذة قديرة سلوى بخيت تنقل لك بعض المعلومات أكيد. طريقة اللف وكذلك الأستاذ محمد جمال أيضا طبعاً أنتم تنهلون منه الكثير من المعلومات أكيد وايد صراحة بويد. يعني المعلومات اللي شفناها حتى المقناص اللي كان يصير سواء كان من صوب الإمارات البحرين ولا هذا اللي صار كله في دول الخليج صحيح. أضاف للمعلومات أكيد طبعاً الحين أنتم كمقدمين برنامج نيلة شو اللي أضاف لكم هالبرنامج شنو أضاف حتى حق معلوماتكم معلوماتكم اللي عندكم عن موروثنا الشعبي شوفي أنا مثل ما قلت لك كنت أقعد دائماً أكون المستمعة يعني سواء في الاستعدادات ولا لما كنا نراجع نعم. المستمعة لأن أحاول قد ما أقدر أن أنا أمتص هذه المعلومات لأن أنا ودي أن أنا أخزنها يعني أنا مو بناوية أن أنا بس أسمعها وأطلعها حق المشاهد بالعكس أنا هذه المعلومات أخذها وأخزنها مثل ما قالت هي كانت تقعد مع نسوان الفريج وهي بنية صغيرة فأنا أقول أن أنا اليوم يعطني الفرصة أن أنا أقعد معاهم وأخزن هذه المعلومات حق الأجيال القادمة عندي أنا في البيت صحيح. يعني مو بس قدام الشاشة حتى عندي أنا يعني هذه الأشياء فعلا سرد القصص يعني لما الأستاذ محمد جمال كنا نراجع معاه كان وايد يجيب لنا قصص كان يعطينا أمثال كان يعني يضيف أشياء كذي مو موجودة أصلا في النص أو مو موجودة في السكريبت اللي عندنا إياه فإحنا حتى كنا ساعات أنا وحسن نتلاقف على الهواء
او نقطعها على ام هلال ان انت قوليها. يعني هذه الاشياء احنا حاولنا ان احنا نطلعها حق المشاهد لان احنا كنا مستانسين فيها. انا كنت دائما اقول لها واضح، يعني انا احب الاشياء التراثيه. يعني واضح جدا في البرنامج ان انا احب الازياء التراثيه والذهب البحريني وهذه الاشياء التراثيه. فتخيلي ان انا يعني حصلت فرصه ان انا اختزن هذه المعلومات التراثيه ممتاز. بالاضافه الى الشكل التراثي. ممتاز. فيعني الحمد لله، وهذا اكيد يعني يسعد في كل بحريني. أكيد. حلو أكيد. لما احنا نرجع حق الاشياء اللي احنا اصلا ننتمي لها. يعني هي باختصار كنا شالونا من زمن ودونا زمن ثاني احنا نتمناه وشلتونا وياكم. ترى حسن كلنا رحله كانت جميله امانه فعلا. يعني نعم. شوفي انا مثلت في مسلسلات تراثيه وحلوه وتعلمت فيها اشياء. نعم. بس نوعيه البرنامج مختلف. انت تسمعين قصص، مو قصص ناس بس عاديه، قصص ناس اثرت في الديره حقيقية. تواريخ بحرينيه حقيقيه. صحيح. رجالات ديره غيرت من مجرى حياه هذه الديره. صحيح. نسوان قبل نتحكي عنها يمكن من ام هلال، عرفنا النسوان من قبل ترى نفتخر في المراه البحرينيه. المراه البحرينيه كانت باري حضور، المراه البحرينيه كانت توقف مع رايلها في السوق. تعرفين لما نسمع هذه المعلومات خلاص احنا نعيش هذه اللحظه، تحس بفخر وتكون اكثر تمسكا بتراث ديرتك. حسن شنو المعلومات اللي يعني سمعتها وما كنت انت تعرفها من قبل لكن حسيت انه يعني تعلمتها شيء جديد نضاف لي معلوماتك؟ هو مصطلحات بس امانه من الاشياء اللي انا وايد حبيتها وايد مأثرة فيني هو لغز. انشدك يا خال عن بنت سبت حالي، سمره وقويه عين وميلسها بين الرجالي. قصة هي شنو؟ القهوة. بس شوفي طريقة الكلام. احنا خلصت الحلقات يمكن مرت علينا وايد اشياء ويمكن ككلام تقول انا شلون بحفظه، بس احنا ما قمنا نحفظ، احنا قمنا نعيش الكلام اللي ينقال. فهذه من الاشياء بس اللي انا ممكن اذكرها لك اللي للحين محطوطة في بالي غير اشياء عديدة يعني. وهذه هو يمكن اعتقد الهدف الاسمى من البرنامج. احنا انا ما ودي الصراحة اختم معاكم، كلش ما ودي، لكن مضطرة ان انا اختم. وقبل ما اختم كلمة أخيرة يا أم هلال، يعني أنا أشكرك على وجودك. كنا نتأثر معاك لما تتأثرين إذا واحد خسر. إي والله يا حنية قلبك الصراحة وتزعلين طول الحلقة. يعني مزاجي كلش يعتفس. إي ويراضونك. وانتم نحاول نضحك ونتغشمر. نساحلها. يطلب مني عيوني يمين عيوني يسار. وعمري حسن ونايلة يا حبايبي وكنتوا تساعدوني للأمانة. يعني سويت اللي عليك انت. قلت انا لوني مصرة عليه انه هو او مصرة عليه. يلا مو مكتوبة له. بس مو مكتوبة له. مو مكتوب له. والله يرزق ان شاء الله اللي ما فاز. فعلا يعني ام هلال كنت تتأثري وزعلانة. زعلانة. ما ودي احد يرجع 100. اي ودي اقل شيء ياخذونها 300 ان شاء الله مره ثانيه باذن الله. إن شاء الله. بس والله اتوقع انه يعني بهي ما حد طلع زعلان. الكل والله حاولنا كثر ما نقدر نراضي. فعلا. واذا مثلا واحد حصل 100 لكن الصراحه كسب شرف انه هو شارك في هالبرنامج. قبل ما نختم ام هلال ايش حابه تقولي حق جمهورك؟ اقول حق جمهوري لازم يتفهمون وضعنا وحولنا ان احنا عن بالنسبه عن التباعد الاجتماعي. نعم. التجارب الاجتماعي ان احنا نضحين في سبيلهم. والله عز ويسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد على كل اللي سواه واللي ابتدى به وان شاء الله ينتهي على خير بحيل الله. وكلنا بنيته ان احنا ترى معاهم وان احنا مضحين ترى مضحين باشياء كثيره. صحيح. وموقعنا وييتنا ومشاركتنا كل هذي بحد ذاتها عشان نساعد الناس. عشان نسعدهم. عدل. ونرسم البسمة. عدل. ونفرح قلوبهم ونقرهم في نفس الوقت بإذن الله تعالى. مفهوم الكلام. مفهوم. وصل. وصل. عدل. نيلة كلمة أخيرة. طبعاً أنا أول شيء أقول حق الجميع كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله أنتم بخير وموجودين في بيوتكم. مثل ما قالت الغالية أم سمر أو أم هلال مثل ما الناس يعرفونها، إحنا موجودين هنا عشان إحنا نسعدكم، نوصل لكم المعلومة، نوصل لكم الموروث الشعبي اللي حملنا سمو الشيخ ناصر الله يحفظه إن شاء الله. يعني الحمل إن إحنا نوصل لكم ونرسخه
عندكم مثل ما هو رسخ عندنا، نتمنى أن فعلا وصلتكم الرسالة ورسخت عندكم المعلومة. وصلت ورسخت. حسن كلمة أخيرة. فخور أن أنا أكون في تلفزيون ديرتي وفي أول برنامج مسابقات أقدمه وتحدى عم كبير من سيد اسمه الشيخ ناصر بن حمد. فخور أن أنا موجود مع طاقة جميلة مثل نيلة أختي العزيزة، ومثل قامة كبيرة مثل النجمة وفنانة القديرة أم هلال. بفتقد هذه الأيام أمانة صراحة، لأن إحنا صرنا أسرة واحدة. شكرا لكل العاملين على هذا البرنامج، من أصغر شخص، من الشخص اللي كان يوصلنا ويجيبنا بدون ذكر أسامي، ليه أكبر شخص اللي كان هو المشرف العام على هذا البرنامج. سعيد بهذه التجربة، سعادة جدا كبيرة ما تنوصف، والله يعيننا على الايام اللي بنشتاق فيها حق بعض صراحه. وشكرا لك هي، يعني لك ان اليوم انتم التفتوا حق برنامجنا. شكرا لك، لان انت ايضا انسانه مميزه ونفتخر فيك كطاقه بحرانيه موجوده في تلفزيون الديره. انتم عيال ديرتي، انتم اهلي وناسي. اذا انا ما وقفت معاكم بوقف ويا من. تسلمين، انتم شرفتونا ورفعتوا الراس، وواجب علينا احنا ان ندعمكم ونوقف معاكم. يعني احنا وصلنا معاكم للختام، اتمنى ان شاء الله تردون تلتقون ان شاء الله. ما حد يدري شنو اللي يحمل، يعني إذا الله حيانا في ظروف أفضل من هذه إن شاء الله. يا رب. شكرا لكم على وجودكم. يعني مشاهدينا، بس فعلا يعني الكل كان يشتغل في يعني طوال شهر رمضان عشان يمكن في هدف واحد، إنه ما يتغير عليكم شيء، ما تحسون أن رمضان هذه مختلف. يعني رغم الصعوبات، رغم الظروف الاستثنائية، ولكن تلفزيون البحرين حاول يقدم قد ما يقدر وينتج علشان أنه ما يتغير عليكم شيء. يعني في هذه اليوم السعيد ما ننسى جيشنا الأبيض اللي واقف بالصف الأول، أدام الله عليهم الصحة والعافية، ونقول لهم على عساكم على القوة. يا مصدر فخرنا ومصدر عزنا أيضا كوادرنا الطبية، حبوا أنهم يشاركون بتهانينا أو بتهانيهم الخاصة بعيد الفطر المبارك. مشاهدين، خلونا نشوف معاكم هذا التقرير اللي فيه التهاني الجميلة رغم بعدهم، رغم عملهم وهم بعيد، ولكن في الخط الأمامي، ولكن ما نسوا أنهم يعودون عليكم. خلونا نشوف هذا التقرير. مناسبة عيد الفطر المبارك، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب البحرين العزيز الغالي، وأدعو الله أن يعيدنا على مثله والجميع والبحرين وأنتم بألف خير وصحة وسلامة وعافية، وبتعاون الجميع القادم من الأيام أفضل إن شاء الله. عيدكم مبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، سلامتك، سلامة أهلك، سلامتنا، خليك في البيت. أهنئكم بعيد الفطر المبارك، ومن أجل سلامتكم وسلامة الجميع خلكم في البيت. علشان ديرتنا وعلشان البحرين خلكم في البيت. وأهني لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. من أجل سلامتكم وسلامة الجميع خلكم في البيت. مشاهدينا، ما زالت مباهج العيد في ديرتي البحرين ترتبط بالعادات والتقاليد والموروث الشعبي اللي يحرص عليه الآباء والأسرة عموما، بدءا من الخروج إلى مصليات العيد في الصباح وتبادل التهاني والتبريكات بين أفراد المجتمع، وعقبها الاجتماع مع الأسرة والأهل. ريوق العيد مختلف، وغد العيد أيضا مختلف، وقدوع العيد أيضا له طابع شعبي تراثي أصيل مهما تنوعت أشكاله، أساليب تقديمه، طعمه. ولكن مشاهدينا، تبقى المكونات هي نفسها الأصيلة والمتعارف عليها في مملكة البحرين. أي العيد وتبتهج القلوب بحضوره، الكل طبعا يهني ويبارك الأهل والأصدقاء والمعارف وكذلك الجيران، وينتظر الأطفال أكيد العيدية اللي تزيدهم فرح وسرور وهم بملابسهم الجديدة. بعد الناس يعني من بيوتهم حبت أن هي تهني وتبارك، وتحقيقا طبعا يعني مفهوم التباعد الاجتماعي. العيد هالمرة غير، ولكن رغم ذلك أيضا حبوا أن الناس من بيوتهم تعايد على الجميع. خلونا نشوف معاكم تهاني الناس من بيوتهم وراجعين لكم. كل عام ومملكة البحرين بألف خير، حكومة وشعبنا صحة وسلامة، من العايدين الفايزين السالمين الغانمين، عساكم من عواده ينعاد علينا وعليكم بالخير. العيد بكم غير بدون لا مثلها، بس تقدرون تتواصلون معهم بأي وسائل التواصل الاجتماعي. خليك في البيت عشانهم، عشانكم، عشان البحرين. عيدنا السنة غير، لكن حطوا قدامكم شعار يقول عيدنا في بيتنا سعادة. بمناسبة عيد الفطر المبارك، حبيت أهني ديرتي الحبيبة البحرين وشعبها وأهلي. عيدكم مبارك وعساكم من عواده.
عشان احنا نرجع بالسلامة وانتم تكونوا سالمين خلكم في البيت. مناسبة عيد الفطر المبارك، حبيت أهني مملكتنا الغالية وشعبها وحكامها وأقول لهم كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وعساكم من عواده، لأنكم تحبون البحرين هالعيد خلكم في البيت. تقبل الله طاعتكم وعساكم من العايدين السعيدين، كل عام والبحرين بخير، عشان عشانكم خلكم في البيت. بمناسبة عيد الفطر المبارك أهنى ديرتي الحبيب البحرين وأهلها الطيبين وعساكم من العايدين السعيدين من البيت. أنا أم محمد نقول لكم عشانا خلكم بالبيت وكل عام وانتو بخير. باي باي. العيد هالهلالة كل الطرب يحلالة، العيد هالهلالة كل الطرب يحلالة، يا ربنا زيد النعم، يا ربنا زيد النعم، حسن جميع الحالة، حسن جميع الحالة. السعد وهالوية عيد الوطن يا محلى، هل السعد وهالوية هذا الذي نتمنى، والعيد هالهلالة كل الطرب يحلالة. بعد غياب طويل للفانتازيا يانا مسلسل حكايات ابن الحداد وأعاد إحياء الفانتازيا البحرينية بطابع تراثي جديد. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع معاكم مشاهدينا إن شاء الله ومع ضيوفنا في الاستوديو. في زمن من الأزمان وفي مدينة بعيدة عن كل مكان، عايشين أهلها في سعادة وأمان. زادت الفرحة في هالمدينة بولادة بنت الوالي نعمان، لكن الفرحة ما اكتملت، جات الحيزبونة ويابت الأحزان. مثل الشمس ابتسامتها
والنور يشعل من خدمه فوق حصنة لا شعر لامس خصرها ولكن في ليلة اكتمال القمر. قدمت شركة حوار للإنتاج الفني هذا العام مسلسل حكايات ابن الحداد، وهو مسلسل من الأعمال الفانتازية، وشيدت لهذا العمل مدينة للتصوير بحيث تتلائم مع أجواء العمل الفانتازي وطبيعته. استغرق بنائها حوالي 4 أشهر. هذا العمل من إخراج يوسف الكوهجي، ويضم نخبة من الفنانين البحرينيين. أجواء خيالية وحكايات هادفة لمدينة يحكمها والي خفيف الظل، يتظاهر بالحكمة والقوة أمام شعبه، ولكن دائم الاستشارة لزوجته ووزيره الطامع في الوصول إلى كرسي الولاية. بعد ما مر الزمان، يه يوم عودة بنت الوالي ليلى بنت نعمان. يقول لك بنت الوالي اختفت بغمضة عين، وليومك ذي ما حد يدري صار من يوم انولدت. يا ما سمعنا أقاويل عن هالقصة، ناس يقولون إنها ماتت، وناس يقولون إنها انخطفت، وناس يقولون إنها انسحرت. يقول لك من كثر جمالها صار فيه هلو. لا لا يا أبو سالم، كلامك مو بصح، أنا اللي سمعته غير. بنت الوالي كريهة وما تشاهد، من كذي الوالي أبعدها خارج المدينة. كلامك غلط يا أبو لولوة، هذه خلقة رب العالمين، إن كانت زينة ولا شينة الله يهداك. بس الكل تحكى وما اعترض. إذن مشاهدينا، نواصل حديثنا معاكم عن مسلسل حكايات ابن الحداد مع أبطال المسلسل الفنانين خليل رميثي وابتسام عبد الله. حياكم الله، نورتونا وشرفتونا، ويعني احنا نهنيكم على هذا التميز وهذه التألق. ابن الحداد يمكن رجع بعد انقطاع يعني عن الفانتازيا، يمكن بعد نيران اعتقد ما شفنا مسلسل صح. محلي في اجواء فانتازيه، رجع وبشكل نوعي يعني كاخراج كتصوير كجرافيكس كمونتاج حتى. أنا يعني بسألكم وسؤال موجه لكم اثنينكم، شنو أول ما قريتوا النص جذبكم فيه تحديداً؟ يعني نبتدي لا نبتدي بأمي، أم محمد أمي في المسلسل. أولاً نقول كل عام وأنتم بخير حق حكومتنا الرشيدة، حق شعب البحرين والأمة العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك. المسلسل اول ما قريناه رجعنا حق صانع التاريخ بحر الحكايات نيران، فالايام الحلوه الطيبه اللي احنا صورنا فيها وعشناها. نعم. ففرحنا. كانت يعني من عقب انقطاع يعني فتره زمنيه طويله يعني صحيح. عن الفانتازيا كنا قايبين عن الدراما البحرينيه. نعم. بشكل عام، فكانت فرحه لنا واستمتعنا بالأجواء التصوير. وخليل يكمل. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أحب أهنئ بمناسبة عيد الفطر المبارك لقيادة مملكتنا الحبيبة ولحكومتنا الموقرة ولشعب البحرين الكريم. طبعا أول ما استلمنا الناس طبعا هو امتزجت مشاعر الفرح بالخوف، تجربة جديدة. بنرجع حق الفانتازيا، الأعمال اللي تقدم في الوقت الحالي أما تراثي أما مودرن، احنا بنرجع حق الفانتازيا. هل الجمهور نقول يعني جيل الثمانينات واللي قبله جيل هالأيام ممكن يتقبل الفانتازيا؟ ربي لك الحمد، مثل ما قلت لك مشاعر فرح وخوف في نفس الوقت، خوف ان التحدي مع نفسنا، نبي نقدم شيء يرضي الجمهور، لكن رب العالمين اكرمنا وقدمنا عمل بشهادة الجميع، واحنا الحمد لله نفتخرنا كنا مشاركين في هالعمل. هي الخلطة جميلة، يعني في محور كوميدي شفنا، وشفنا ايضا قصص أو يوميات أهل المدينة طبعاً، وأكيد في إسقاط على واقعنا الحاضر. لكن أنا لو بسألكم على مستوى الشخصيات،
شنو الجديد ام محمد وبعدين انتقل لك مبارك؟ الشخصيات هو صاير كل حلقة لها حدث معين في كل يوم، مثل ما نقول قصة معينة. الشخصيات عندك من بيت الوالي للفريج، هو يتكلم ببساطة عن أهل الفريج، التلاحم بين أهل الفريج وبين الوالي، المحبة بين الناس. الشخصيات اللي عندنا كان في الخير وفي الشر وفي الشعوذة وفي عندنا المتوت الحلوين وعندنا يعني وكل يوم شخص يدش عندنا، ضيوف يدشون علينا في المسلسل. طبعا أضيف على كلام أختي، يعني هي تكلمت في السهوب، يعني العمل يمشي في خطين. الخط الأساسي مثلا قصة الحب بين بنت ولد الحداد وبنت الوالي، الخط الرومانسي. أيوة الخط الرومانسي. والخط الثاني والله يسلمك في أبو ناصر، اللي هو القصص اليومية اللي فيها حكام، فيها حدوتة يومية، فيها قصة يومية، فيها كوميديا، فيها تراجيديا متنوعة. فهذه الخطين يمشون بالتوازي. فيعني بعد لازم نأكد على نقطة، نشيد بصاحب الفكرة الأستاذ أحمد الكوهجي ويوسف الكوهجي، أن يبون يسوون هالتوليفة في هالعمل الفانتازي، أن تكون في رومانسي، في تراجيديا، في كوميديا، في عمل واحد. وأتوقع الحمد لله بشارة الجميع أنهم توفقوا في الجميع. أنا قريت مقال حق الكاتب سامي الماجد بمبارك، كتب تحديدا عن شخصيتك أنها هي من الشخصيات اللي قد ممكن أن هي تخليك في إطارك النمطي اللي شفناك فيه. وذكر في المقال هو، وأنا أتفق معه بالمناسبة، أنا بعد أتفق وياه، نعم، أن كان واضح أن أنت اشتهت أيضا في مسألة كسر الشكل النمطي اللي الناس شافوا في خليل الرميثي وحبوه فيه، وكانوا يتمنون أنهم يشوفونه أيضا في مرة ثانية، لأنه لا يمل منه حقيقة. الله يسلمك. أبي تعليقك على ذي. طبعا أنا رديت برسالة حق أخوي أسامة الماجد، نعم، أمسي عليه بالخير. طبعا قلت له أنت قلت اللي في قلبي، يعني أنا كنت وأنا مشتغل العمل جدا خايف جدا قلق، يعني أنا تمت تقريبا لي 20 رمضان وأنا في توتر من حبي لشغلي، من حبي للعمل، نعم. عفوا، يعني مثلا مثل ما قلت أنا هناك مسوي شخصية جسوم، الناس عرفتني، يعني بسوي كشحان، في شنو يتفقون الشخصية وفي شنو يختلفون، فلازم أنا أسوي فرق، لازم أنا أعطي كشحان حقه غير عن جسوم. فكنت في صراع داخلي أني حاولت أقدم ذي الشكل. وطبعا في بعض الناس ممكن يقولون لي في تشابه، طبعا طبيعي بيكون في تشابه، في الأخير ترى الصوت هو الشكل، هو صحيح. الشخص في الأساس هو، فطبيعي يكون يعني مو شخص ثاني، ولا أنا مثل دور دكتور ترى يعني جسوب كشحان يعني كله، بس للأمانة الروح شفناها مختلفة إلى طبعا الحمد لله رب العالمين. واللي ساعدني فيه يوسف، يعني الكوهجي كان هو بداية أيام التصوير ما قصر وياي أخو يوسف، إنه يوقفني ويقول لي لا هني شيل ذي، هذه مال جسوم، هذه لا ثبت ترى دورك كذي. فبذل مجهود وياي وفي الأخير اللي صار كله توفيق رب العالمين. إحنا متواصلين معاكم إن شاء الله، لكن عندنا إحنا أيضا بعض المشاهد مشاهدينا، يعني هذه المشاهد الطريفة بنشوفها معاكم وراجعين لكم ولضيوفنا في الاستوديو. اليوم يومك يا كشحاني، اليوم نهاية كل الأحزان، ودي أرقص وأنفخ في الهبان وأصرخ وأقول اليوم يومك يا كشحاني. كشحانو؟ يا حمدان يا حمدان، كم مرة أقول لك إذا أنا أقول شغلة تقاطعني، أنت كذي مو بس تخرب علي، حتى جمهوري ينزعج. يلا خذ، شفت اللي خايف منه صار، أكو جمهور ينسحب. جمهورك مرة واحدة؟ زين يا أبو جمهور بشرني، إن شاء الله طلعت اللي في خاطرك، قلت اللي في قلبك. يا يبا هذا اليوم اللي أنا انتظره، كلمتين ما يزوني ما يكفوني. أنا قلت أقول هالكلمتين في المحل أحسن، لأن الحديد ينطرق. لا 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 لا، اسمح لي، أنا اليوم إجازة. وأنت إن شاء الله كل يوم إجازة. لا بس اليوم غير، اليوم بلقى نصيبي، بلقى حياتي يا حمدان. كشحانو؟ لهالدرجة متلهف؟ وأكثر وأكثر يا حمدان، أحس إن حياتي بتتغير، بصير غني، بطير، واستانس يا حمدان، بسوي كل اللي في خاطري. زين قوم معي، شغل ينطرنا، قوم. صير غني قلت لي ها؟ كشحان للحين ما رجع. دشي داخل يا حمدان، ما قلت لكم لا تطلعون برا. روح شوف الصبي، أخاف صاده شيء. يا يمه لا تحاتين، بيشوف اللي سواه ما منه فايدة بيرجع البيت بروحه. إنزين إذا ما رجع. الله يهديك يا كشحان، الله يهديك إن شاء الله.
دريتو انا بروح ادوره. يبا يبا خليك انت، انا بروح اشوفه. تعال ثبت ذي بس اكثر، تعال يا ولد. اي ما روح شوف اخوك. ان شاء الله ان شاء الله. تحمل بروحكم يبا. ان شاء الله يبا ان شاء الله. انا اموت واعرف من هو ذي الحرامي. تعرف اذا اصيد ايش اسوي فيه؟ اكسر لك راسه. اسمع تيج، انا وكشحان الليل بنحاول نطلع نصيد الحراميه. دام طلعوا البارحه غوّلت البارحه اكيد بيون الليله. الليله عود. شوف عطوج، انا وحمد نطلع لهم اليوم. اذا انت قادر بتويون، واذا مو بقادر انس في بيتكم. لا ما ابغى انس في البيت، انا ابغى وياكم. بس في مشكله واحده. شن هي؟ اخاف من الظلام. عفوا عفوا يا سبع الليل، انت تخاف من الظلام؟ تقدر تطلعنا زين تعال. شوف شوف شوف، هاي مو بكفر واحد يعطي لقب مثل سبع الليل. تلقى سبع الليل يطيح علي؟ اوف. زين الحين انت بتي معنا ولا لا؟ ايه ايه باي وياكم. اتفقنا عيال. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وما زلنا متواصلين مع ام محمد وابو مبارك ضيوفنا العزيزين في الاستديو. ام محمد، انا بحكم الجيره اعرفك انسانه منصفه دائما حتى على نفسك وتؤثرين على نفسك، لذلك هذه يخليني انا اسالك وبنتقل بعد بس بنفس السؤال لك مبارك. انت لما شفتي المسلسل شفتي اكيد بعين المشاهد المحايد، صحيح؟ صح. وانا متاكد من النقطه، شلون شفتي؟ شوف انت، اي فنان لما بيقدم عمل يكون وايد خايف لما بينعرض المسلسل، خصوصا بعد اذا كان المسلسل بينعرض في رمضان وعلى تلفزيون البحرين وسمات باي، يعني نسبه المشاهده راح تكون كبيره، فانت تكون دائما في قلق. صحيح. هل الناس بتتقبل المسلسل اللي انت مسويه؟ ما بتتقبله؟ فكنا الخوف غالب يعني علينا ان احنا ننتظر نشوف الحلقه الاولى شنو فيها. اللهم لك الحمد. ان الناس حبت المسلسل، المسلسل حلو، اخراج حلو، ممثلين حلوين، تأليف حلو. الممثلين حلوين كمضمون وكشكل. كشكل فأنت ترتاح هني نفسياً. حسنت، مشكور. لأن العمل صاير الكل في بطل. صحيح. يعني كل واحد يشيل الثاني. عادل خليل. زميل فيلم طبعاً. يعني أنت نيت الكل كان بطل. كل كان بطل قصته في بيته، يعني عندنا كذا بيت. كل واحد في بيته يكون بطل قصته. هو اللي ما قاطع اسمه محمد، انا بس اضيف على كلامها، يعني اللي يميز عمل مسلسل حكايه من الحداد ان البطوله جماعيه وليست لفرد او فردين او ثلاثه. البطوله جماعيه، الكل ماخذ حقه، الكل دوره، الكل له خطه، فهذه من الاشياء اللي تميزها. اما اذا بتقول لي ايش رايك في العمل، شنك تقول لي ايش رايك في خليل الرميثي؟ يعني في الاخير عملي. وانا شهادتي مجروحه مع شركه حوار الانتاج الفني بحكم اني انا اشتغلت وياهم، انا والمغفور لاخوي وحبيبي ومعلمي علي الغرير. اشتغلت وياهم ثلاث اجزاء سوالف طفاش. رب لك الحمد حصلنا النجاح. واشتغلت وياهم فيلمين سوالف طفاش لجزيره الهلمايا والاربعين حرامي، فعارف انهم يعني يجتهدون، يحطون الاسس، يدرسون الموضوع. فيعني تأكد أنه ما يبوا أي شخصية إلا عارفين شنو بيعطونها وشنو رسمين لها، يعني حتى يعني دور أم محمد، دور أمنا. بطل الباب، بطل الباب. إنزين إنزين، أنت وراك تحسبين على ولدي؟ حسبي الله عليك أنت، ولدي السبب في كل اللي صار فينا. والله ولدي ما له شغل، هاي غلطة هلالو. والله ولدش كان مع هلالو، هلالو سجن ولدش بعد لازم ينسجن. شن ها؟ تبون تسجنون ولدي يا الظلام؟ ولدك لازم يتحاسب ولازم تحلون الموضوع، والله بنسجنه. لا لا خلاص، انا بحل لكم الموضوع. ومتى ان شاء الله؟ اصلا لو انا منهم اقعد في البيت ولا اطلع منه مولي بعد. كشحانه؟ يا ايش فيك انت؟ ما قلت شيء، ليك مو مسببه بعد انت. كشحان؟ انت ما قلت لي ان حمدان يوم ولا يومين بيطلع؟ وينه؟ صدق ما صدقين نسيت، الحين بروح بيت الوالي بشوف شنو السالفه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كشحان وينك اليوم؟ ما بينت في المحل. يبا انا كلش كلش مشغول، بروح اشوف حمدان. اقعد 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 احسن لك. ما يصير كذي يا ابو حمدان، انا لمتى انطر؟ اصلا روحتي ما بتودي ولا بتجيب، ما بتزيدنا الا في شيله. يا يبا واللي عافيك، في شيله في شيله عادي، ولا افتكر كيف اول مره. يا رب تحفظ لي كشحان وترد لي حمدان.
يعني دورها مو قدامها من وراها، يعني ردود الأفعال الناس جدا مستانسة من الدور، يعني مسويته الأم الحنونة وهي حنونة في الصج وفي التمثيل. فيعني الكل أبطال، يعني إذا في كلمة شكر فأبشكر المنتج والمخرج ولأصغر متابع إنتاج معنا في المسلسل. ترى كلنا بحرينيين كلهم بذلوا مجهود فني، الصوت، المصورين، الإنتاج، يعني نفتخر أن عملنا بحريني وحقق ذي النجاح. نعم، ويعني هما يستحقون الشكر وأنتوا أيضا تستحقون التقدير على تميزكم للأمانة. الله يطول عمرك. وأيضا انعكاس العمل وأجواء التصوير شفناها يعني أيضا خلال حساباتكم الشخصية. أم محمد أنا شفت لك فيديو ويا الفنانة ماجدة سلطان. أي نعم، كان آخر يوم تصوير لكم صح؟ يوم. كان بوس حلو في طاقة إيجابية، وهذا يبين انعكاس الشخصيات اللي أكيد ما قاطعك أبو ناصر، أكيد في طاقة إيجابية. آخر يوم صار لهم شهرين صورون فبتحصل طاقة الجب. المشكلة ذي اليوم ها مو بأثر الشخصية. لا 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 والله بالعكس. ممكن الاثنين بس يعني ليه أنا كنت ذي اليوم وياهم، كان ذي المشهد الكل خلص إلا أنا صح؟ فكنت أنا حزين، فكنت ما شفنا طاقة إيجابية. لا كنت أغني طعنتهم في الظهر وصلت لآخر حاجة. فيعني فأكيد هم طاقة إيجابية وهم دوم طاقة إيجابية. يعني اللي قاعد يصير الحين يخليني أنا أسأل أجواءكم أنتم في التصوير، يعني شفنا إحنا من 45 و50 سنة وشفنا الشباب، يعني الحين أنا قاعد أعدل لك مبارك قاعد يهدم الله يحفظه. إنزين شلون كانت أجواءكم في مقالب؟ أنا بس بحبيت أقول كلمة إن اللوكيشن كان من أفضل اللوكيشنات أمانة بدون أي مجاملة. نعم. الروح الموجودة في اللوكيشن عندنا ما تتكرر. الحب. الحب. صحيح. كل شيء متوفر لك دلع، بس أنا عندي عتاب. انظلمت في التتر، يعني أنا الجزء الثاني ما اشتغلت ابن الحداد، ما اتفقنا. فالتتر لو بتلاحظه كل الممثلين اطلعوا إنه كل ممثل صورته بروحه إلا أنا ويا بنتي، فهذا في شيء اسمه حقوق أدبية حق الممثل. فاستغربت من هذا التصرف، فهذا عتابي عليهم. إنما الأشياء الثانية إنه من ناحية لوكيشن، من ناحية الممثلين والحب كان ولا أروع. بس هذا عتاب وأحب أقوله. وإن شاء الله القادمة أجمل إن شاء الله يا رب. إن شاء الله الله يجمعنا على خير. وكلكم نجوم وتميزتوا، شخصيتك أم محمد تتكلم عن نفسها، فارضة نفسها، يعني وكل عمل يعني كل أعمالنا هي يعني يشوبها شيء من السهو، من القصور، من يعني لكن انت قلبك كبير يا محمد. واهم شيء يعني وجوده ومحبه الناس لها، يعني وتاثيرها في العمل هذا اللي بره. لا بس عصام في اشياء ادبيه حق الممثل لازم يقدر فيها. صحيح. بس هذه النقطه اللي انا ازعجتني. نعم. من النواحي الثانيه يعني شهادتي فيهم مجروحه. وان شاء الله انه هو عتب المحبين طبعا. طبعا احنا تعودنا على جم محمد دائما اللي في قلبك على لسانك. لذلك احنا انت من الناس اللي احنا نثق فيها كفنانة وكإنسانة، لأن أنت إنسانة شفافة لأمانة. اليوم أنا لو بسألك مبارك سن. وأيضاً برجع لك أم محمد بنفس السؤال، شنو الشخصية اللي أنت اليوم تطمح لتأديتها، تحلم تتخيل روحك فيها ومختلفة عن كل ما سبق تقديمها؟ أشوف دور جد ما بمثل زين، دور ابو عيال ما بمثل، يعني ما في امل نشوفك فيه. يوم اللي يوم بيقولون لي انت اليوم دورك اكو والله هذه عيالك وهذه زوجتك، انا بجلس في بيتنا. انا بكون شي في السكه حر نفسي زقت. فبالمختصر اعطيك اياها. نعم. يمكن البعض يقول والله دي مو ممثل حقيقي، والله اخي كيف يعني. لا 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 مو بعشان شيء، بس يعني تستهويني ذي الأجواء، يعني مثل الجسوم طفاش، يعني تستهويني كشحان طبعا ما بتم شاب طول عمري، بس يعني مستمتع بذي اللحظة. ما شاء الله عليك شاب ولا تغير. مو ممثل حقيقي، لا بالعكس انت تجاوز هذه المرحلة. اليوم احنا نشوفك احد السفراء لتفاصيل الجميلة البحرينية، واحنا نتشرف فيك يا ابو مبارك. والله انا اتشرف اني يعني وافتخر اني لما اسافر برا البحرين في الدول الخليجية، يعني البعض يمكن ما يعرف اسمي خليل رميثي، بس لما يقولون لي في تكريم او في
ندوة أو في أمسية أو شيء لما يقولون لي الممثل البحريني، فأنا طبعا مو أنا، كل البحرينيين يعني حاطين في قلبهم البحرين، فيكفيني لما يقولون لي الممثل البحريني. صحيح نقطة قصة بالنسبة لي. أم محمد الشخصية اللي تتمنين؟ والله يمكن تقولون هذه كلش ما بتناسبك يعني، كأنا يقولون هذا الممثل يمثل كل شيء المفروض. أنا خاطري أمثل دور في جيش أكشن؟ إيه يعني حرب، أنقذ شيء كذي يعني. أنت مثلي الحرب ولا بمثل بيود المطبخ مال الحرب؟ والله خاطري يعني شيء عسكري أمثل مثلاً، يعني مسلسلات ساعات تشوف شرطة، خاطري كذي أكشن، أجواء بوليسية يعني. إيه خاطري. أنا تحرين بها يا أم محمد. أنا صعب أصلح؟ علي. أنت تصلحين أنا الأمور. إذا بخلك معاي دور ولدي لا لا خلوني في المطبخ مال الجيش أو الشرطة اللي بتسوونه في الأكشن. طيب لو بنسأل عن مسألة الإخراج، الممثل يشعر أن أسلوب الإخراج يختلف من مخرج إلى آخر، يعني كنظرة فنية حتى وكأسلوب تعامل، شو شفته يوسف الكوهجي يعني كتعامل وحتى كفكر؟ أم محمد وننتقل لك. يوسف، أستاذ يوسف من المخرجين اللي تحسهم رفيجك صديقك، حتى الملاحظة بهدوء. نعم. مؤدب والله يعني شاهدتي فيه مجروحة. نعم. حبوب، ملاحظة يعطي الفنان فرصته. نعم. ما يهضم حق أحد في مشهده. نعم. أنتوا يمكن شاهدتوا هذه في الصورة يعني. صحيح. بينت هذه حقوق الممثل، بينت في المشاهد. نعم. شافها. نعم. الهدوء ماله يعني. تحس أخوك، ولدك، صديقك، أخلاق يعني أخلاقه. نعم. عالية، فمن الناس اللي وايد وايد اللي يعني أنت تستحي إن. نعم. تكون محافظ، تستحي انك تتاخر، تستحي تتصرف اي تصرف، لان اذا المخرج كان ملتزم. صحيح. وقيادي في اللوكيشن، فانت حتى الانسان اللي مو ملتزم يلتزم. صحيح. صحيح. فمن الناس الرائعين صراحه. بالنسبه لك مبارك. يوسف، انا طبعا يوسف رفيق دربي، هو اخوي حبيبي علي الغرير الله يرحمه ويبارك له في عياله يا رب، وان شاء الله نبلغ في عيال علي. يوسف ابتديت وياه انا من 2008 ل 2020 انا وياه في كل اعماله. يوسف قريب مني، يوسف طبعا دارس في هوليوود. نعم. ومخرج متمكن متطور. نعم. لما يعني لما ينف في ابن الحداد في شغل مخرج، في نظرة، في يعطي الممثل حقه، في ملاحظات للممثل. نعم. يوسف أصبح رقم صعب في الإخراج خليجيا. رقم صعب. وإحنا يعني بس حبينا نتشرف باستضافتكم من خلال هذا البرنامج، نعيش معكم فرحة العيد، وأكيد نفرح المشاهدين بوجودكم، لأن أنتم من الفنانين المحبوبين لكم جمهوركم. أنا شخصياً معجب فيكم، معجب بأدائكم، أخلاقكم، فكركم للأمانة. شرفتونا ونورتونا، ومن عواده يا رب إن شاء الله، والمزيد من التألق والمزيد من النجاح، وإن شاء الله يا أم محمد يي اليوم اللي نشوفك إن شاء الله في مسلسل ولا فيلم بوليسي أو أكشن إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. وبمبارك نشوفك في المطبخ. لا إن شاء الله مثل وياك تكون مرة ثانية. تشرف يا رب. يعني أنا بعد بقول حق السادة المشاهدين إني في يوم من الأيام مثلت من الحلقات العزيزة على قلبي اللي في برايحنا حلقة التكانة. نعم. ويوم يبوك قلت لهم صدق جبت واحد يمثل تكانة وهو تكانة. ما عليك زود يا بمبارك. أتشرف إني أشتغل وياك. وأنا تشرفت والله بالشغل معك. أنا اللي شرف، الله يطول. تشرفت بوجودكم معنا من خلال كل شكر لكم. نشوفكم على خير إن شاء الله. سلمك الله. مشاهدينا فاصل وراجعين. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام تغطيتنا الخاصة بأول أيام عيد الفطر المبارك، نلقاكم إن شاء الله بكرة بنفس الموعد، انتظرونا. في أمان الله. في أمان الله.